أسماءها معروفة، أسماء أحزابها معروفة، جوهر مهمتها هو البحث على إفشال مساعي الحكومة مركزيا وجهويا. ولو كان نحن إعادة تأهيل الجهاز الأمني، لكن يا أخي ثم بعض العناصر الفاسدة المفسدة نعرفها، وثم كانت مستفيدة من القهر والقمع، ثم البوليس السياسي واللي نحن كنا مطرحين فهمتي ولا حلانه من الأوائل طرحنا حلانه فاستهدفنا. النهضة والسيد راشد الغنوش يعتبر روابط حماية الثورة الميليشيات هذه يعتبرها ضمير الثورة. أي الأستاذ شكري بالعيد أحيانا يتكلم باسم الاتحاد العام التونسي للشغل وحيث وجد حزب لافامي ظهر لي عمل الترفاه. بيان سور أنت مع لافامي أنت ليبرالي أنت لا أنت ليبرالي مع الأمريكان أنت سيد وبعض البوليس ما وناس من بقايا الفساد والإفساد، الناس اللي غرقتك البلاد في السوق السوداء، الناس اللي فهمتي ولا ثروات فجئية ما نعرفوهاش منين، الناس اللي كانت مستفيدة وعندها ميليشيات. أنا محامي ونعرف الناس اللي كانت تخرج تقدم قوائم باش يخرج عليها العفو. حزب شكري بالعيد حزبه إلا وكان يدعو للفوضى والتخريب والتحريض في كل المواقع اللي مشات. والميليشيات هذه تمارس في الإرهاب متاعها وعنفها تحت أضواء الكاميرا. انت فرحان بلا شغل اللي ضده واللي ضد الشعوب، لانه مؤتمر لمناطق العنف يتعلق بتونس مش بحاجه صغيره. ليه طرحنا المحاسبه نتاع عناصر الفساد والافساد، لذلك استهدفنا لانه نبرتنا كانت عاليه، خاطر ثم اطراف اخرى يجوا معها حلول تحت الطاوله. اصبح اذا دفاع واضح وفي اكثر من مكان وضد الكل، ضد الكل، كل من يقف ضد حركة النهضة إلا ويقع التصدي له بالعنف. لا يعترف بالدولة ولا بشرعية السلطة ولا بالقوانين ولا بشيء إلا يطبق على غيره. نعم. يطبق القانون على كل الناس اللي عليهم. نعم تصل. إذن ثم ناس عندها مصلحة في علم الإجرام، ابحث عن من له مصلحة. شكري بروفيتو كريم متفقين علي الوزير الأول تهمكم أنتم. والله يا خاطر كانت نبرتنا عالية شوية ومفرقة بعض الشيء وما هيش قابل للمهادنات. انا ما نجمش نشارك في حوار من هذا القبيل. هذا نزيد ولا ما